البيضة؟ رايح فين البيضة؟ يا عم هيكون راح فين يعني؟ جاي معانا؟ لا جاي ولا رايح، المشوار ده انا وانت ما فيهاش هو، وكلام المعلم كان واضح قدامك. وبعدين انت بسم الله ما شاء الله مش رايحين نقعد وفرع عشان نلم الناس. هات يا عم الشنطه منك ليه؟ راسك هتسيب جتتك قبل ما ايدي تسيب الشنطه. وبعدين انت حيلا عنوانجي، الكلمه كلمتي والتصرف تصرفي، مش ده كلام المعلم بتاعك؟ ها خلاص مش عاجبك هيطلع صحي، شوف هيحكم بينا يقول ايه. ماشي خلاص، الوقت بيمر والناس مستنيه. انفدوا قدامي بس يمين بالله ما هتنفدوا من المعالم لما نيجي. انت اسمك ايه بقى على كل الحس اللي لا 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 مالك كده يا عم شايف نفسك؟ اسمك ايه بس؟ عشرة يا مالك يا عم شايف نفسك كده؟ انت اللي عامل في وشه كده يا ايمه؟ عامل في وشه كده ايه؟ رسم خريطه انا ماليش لازمه يا ابراهيم. خلي الولد ده يسكت. ابراهيم يا ايمه مش هتحرك من هنا. يلا يا عم غنام الكوشه بتاعتك ده يا معلم. بص قدام، بص قدامك بقول لك. الله عشرة ولا عشرة دي سجارة انت مش سلاحي. السجارة بتاعت امه. علينا يا شيخ العرب، الرسالة وصلت غلط. ها فين المشاه؟ ايه مالك رايح فين؟ صح كده مولانا، دي طريقتنا، ناخدوا سلاحكم تو وما نمشي. ما في سلاح ما في بضاعة. تسمع الكلام متلخص. ماشي عنك انت عنك. دمم على بضاعتك قبل ما تمشي. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. بس يا بس ايه؟ الرجاله دي مش تمام، الرجاله دي فاكره لك الفرق. عشان ابوس في وعدك اهو. الراجل بيداري فوق اهو. كلام كلامي الله يحرق يا قصه. انتوا عايزين مننا ايه؟ الكلام منطقه يا
متكفل هنا يا ابن الغطار. عشرات عشرات هموته يا ابراهيم. ارمي السلاح. يا هيرجع معانا زرزور. زرزور مين اللي بعت طويله هنا في الهوا ده؟ ده يا ابو الفكر ابراهيم. خد منه سلاح ابراهيم. زرزور صاحب الكلمه، لو قتلتوني من غير علمه مش هيسمعكم، هيقبض روحكم. انا عارفه مش زرزور الكبير اللي بعته، انا عارفه، بس نفسي اسمعها منك. ما تفرفرش قولها لي في ودنك، قولها لي في ودنك. مين اللي بعتك؟ حرم شغلنا، حرم شغلنا، حرم شغلنا. ساعتها لازم اسيب الحته دي وانساها. تغور الحته انت باقي علي فيها يعني؟ حاجات تخصني بقى. الولايه امي دي اعمل فيها ايه اللي ملهاش مراره دي؟ وسمير، سمير حمل ملوش غيري. تجيبي بطاقتك اكتب عليكي ونصبر لحد ما ندبر امورنا.